لبسوا الأزرق لون الشعار العالمي للحد من انتشار داء السكري، ورسموا جداري بعبدة بالعاصمة. هن أطفال مرضى السكري وأطفال مدرسة الحكمة بعبدة، هدفهم التوعية من داء تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يكون السبب السابع للوفاة بالعالم بالسنوات المقبلة. الرسم اليوم هو بدل على أهمية المشاركة بين الإنسان العادي والإنسان المريض. ولأنه شفاء 80 إلى 100% من حالات المرض النمط الثاني من السكري ممكن، مشي أبناء صيدا لحث الجميع على اعتماد نظام حياة سليمة من خلال الأكل الصحي والحركة الدائمة. أنا كمريض سكري بعتبر الاعتدال بالأكل هو أهم شيء، ممارسة الرياضة. الدواء لحاله ما بيعالج، الرياضة هي أساس، المشي هي أساس، ونحن لازم كلنا سوا نتعود إنه كل يوم نمشي. اليوم العالمي للسكري ب 14 تشرين الثاني هو تاريخ لإحياء ذكرى ميلاد فريدريك بانتينغ اللي أسهم باكتشاف مادة الأنسولين عام 1922.